مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف الحيوانات البرية والأليفة. عندنا اليوم طائر أبو بطوط، أبو طيط المائي، أو قطقاط شوكي الجناح، أو زقزاق مصري، أو حفز مجنح، أو الزقزاق، أو حفر حفز المجنح. له كثير من الأسماء. هو طائر ينتمي إلى فصيلة شاردريدي بالإنجليزي طبعا، مسجل باسم كارلوس لينوس عام 1758. انتشر هذا الطائر جناح ذات الأجنحة الحفازة حول الشرق البحر الأبيض المتوسط، وفي مناطق عرض من غرب أفريقيا جنوب الصحراء إلى شبه الجزيرة العربية واليونان والتركية والمهاجرة المربين والمهاجرة. ولكن السكان يعني الطيور الساكنة في مواقعها مقيم يتناقض عن هذا النوع من نطاقه الشمالي، ولكن يتوافر بكثرة في الكثير من المناطق الاستوائية في أفريقيا، حيث يرى تقريبا في أي موطن الأراضي الرطبة في مناطقه. ويعتبر ذو الأجنحة الحافزة أحد الأنواع التي تنطبق عليها اتفاقية الحفاظ على الطيور المائية المهاجرة الأفريقية والأوراسية في شرق وجنوب أفريقيا. شهدت الأنواع زيادة في النطاق، حيث دخلت زامبيا لأول مرة في عام 1999، انتشرت جنوبا وغربا. هذا الطائر بارز ولو لبس فيهم خاضون متوسطون وكبيرون مع تاج متوسط. الطائر اعتبارا هذا وصف طائر ذات سيقات طوال مسود الى محمر قليلا مع تاج اسود مع خط يميل من العنق إلى أسفل الصدر أسود، الباقي أبيض وذيل أسود أيضا، وبقية العنق والبطن بيضاء. مع يشير الأسم الشائع للطائر إلى مخلب صغير أو حفز مخفي في كل من جناحيه، يعني عليه خطوط على الجناحين، خطوط سود ويسمونها حفز مجنح أو شوكي التعايش. حدد هنري شين زقزاق المجنح على أنه طائر أرتوريشوس، كما قال المؤرخ اليوناني هيرودوت أنه متورط فيما يسمى الآن تعايش التنظيف مع تمساح النيل. يعني الطائر يتغذى عليه التمساح، يعني فريسة للتماسيح في البحر في النيل. ومع ذلك لا يوجد دليل موثوق على أن هذا النوع أو أي نوع آخر له علاقة مع هذا القبيل في الواقع، على الرغم من أن كوت سجل أن الزقزاق المجنح هو الطائر التي غالبا ما تتغذى حول التماسيح المتشمس ويتحملها معهم. يعني كلام مترجم، غالبا ما تتغذى التماسيح على الطائر الغذاء. يحدد البنق الأحمر بصرية بفريسته ويطاردها من خلال افتراسها. طائر الزقزاق هو ليس الزقزاق، الزقزاق يختلف بالشكل، هذا يختلف بشكل، يعني هذا مسود والطائر الزقزاق له شكل بني. خلال افتراسها في بضع قفزات سريعة، وتشمل حيوانات فريسة الحشرات، حيث أنه أساسا ما يأكل خنافس البعوض واليرقات وكذلك النمل، ويشمل مجموعة
أيضا العناكب والديدان والزرخويات والضفادع الصغيرة والأسماك الصغيرة أيضا. التكاثر لم يتم حتى الآن تحقق بشكل كافي السلوك الإيجابي للطائر البطيني الأحمر، هذا اسم أيضا جديد. ومع ذلك فقد لاحظ أن الذكر حلق حول الأنثى بخطوات قاسية دقائق، يحلق حول الأنثى لدقائق، يحدث التزاوج بعد أن تتخذ الأنثى وضعية سريعة، يقع العش عادة بالقرب من الماء، ويكون الجوفة ضحلة وموطنة بمواد نباتية تم إنشاؤها من قبل الذكر الذي يخلق عدد عدة تجاويف أثناء التزاوج. تختار الأنثى أحدها، يتكون القابض من 4 بويضات في المتوسط وهي ذات لون زيتوني مصفر وبها بقع سوداء مائلة للبني. يتم تحضير البيض من قبل كل الطيور الأم على مدى 22 إلى 24 يوما. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم.